السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. في الفيديو ده بإذن الله نطبق تطبيق بسيط على HTML و CSS، إزاي تعمل حاجة اسمها بوتون سويتش أو بيسموها توجل سويتش، اللي هو الشكل اللي قدامك ده. هدوس كده على الشكل فيطفي، هدوس كده فينور. الحركة دي هو بيسموها المفتاح، يعني تدوس فيطفي، تدوس فينور، اللي هو التوجل يعني. طب أعمل حركة زي كده إزاي؟ الشكل اللي قدامي بيتكون من 3 حاجات، إيه هما؟ أول حاجة اللي هو الشكل الرصاصي، البوكس الرصاصي ده، والبوكس الابيض، والحاجه اللي انت بتدوس عليها اللي هو بيكون انبوت. ليه انبوت؟ عشان تقول لي اعمل حاجه، لما انا اعمل تشيك على الانبوت ده يحصل الاكشن ده. حلو قوي، بتتعمل بكذا طريقه، احنا نقول طريقتين في الفيزا باذن الله. طيب نمشيها واحده واحده بالتفصيل. اول حاجه هعمل ليبل، ومش هستخدم الفور دلوقتي، هستخدمها في الطريقه الثانيه، الطريقه الاولى من غير ما استخدم الفور. هدي له كلاس وليكن هسميه كونتنت، ده اللي هيشيل الليله كلها. هحط فيه الانبوت، وليه هقول لك دلوقتي. حطيت الانبوت في الليبل، الانبوت اهو، وهقول له التايب بتاعك تشيك بوكس، وبعد كده هقول له هنا الاسبان او الاطار اللي هيمشي فيه البوكس الابيض بتاعك، هقول له كلاس هسميه مثلا سلايد. حلوه، نيجي بقى للسي اس اس ونمشيها ببساطه شديده. اول حاجه الكونتنت، هديله ديسبلاي بلوك. ليه ديسبلاي بلوك؟ لان الليبل بيكون ديسبلاي ديسبلاي ان لاين، فانت عايز تديله ديسبلاي بلوك عشان تقدر تتحكم، تقدر تديله ويدث صغير. هقول الويدث بتاعك وليكن 70%، قصدي 70 بكسل، والهاي مثلا 40 بكسل، وهقول له بوردر كده عشان نشوفه يعني 1 بكسل سوليد، اللون مثلا الاسود. نسيف كده ونروح نعمل ريلود اهو. تمام جدا جدا. ليه بقى حطيت الانبوت جوه الليبل؟ عشان لما تدوس في اي مكان، تدوس في اي مكان عندك في الليبل اكنك دوست على الانبوت بالظبط اهو. دوس في اي مكان اكنك دوست على الليبل، اكنك قصد دوست على الانبوت. دوس في اي مكان اكنك دوست على الانبوت. ده فايده ان انت ممكن تحط الانبوت او الانبوت بتاعك اهو جوه الليبل. حلو قوي. طبعا تشيل الفور من الليبل عشان تقدر لما تدوس في اي مكان اكنك دوست على الانبوت. الفور دي قلت لك هتحكم فيها في الطريقه الثانيه. طيب هتيجي هنا بقى ببساطة شديدة جدا. أول حاجة فين الطريق أو المسار اللي هيمشي فيه البوكس الأبيض؟ هقول له اللي هو السلايد ده، الإسبان ده. هقول له البوزيشن بتاعك أول حاجة أبسوليوت، وقبل ما أتحكم في الإسبان هقول له الإنبوت يكون ديسبلاي لنا كده كده. أصلا أنا عايز أخفيه، مش عايزه عشان ما يظهرش بالشكل ده، كده كده يختفي. أنا كده خلاص عرفت إن أنا بدوس هنا أكيد دوست على الإنبوت، عملت له التشيك دي يعني. كلام جميل. هقول له بوزيشن ابسوليوت، الابن اللي جوه ده اللي هو الاسبان بوزيشن ابسوليوت، وطالما الابن ياخد بوزيشن ابسوليوت يبقى الاب ياخد بوزيشن ريليتيف، عشان الابن يتحرك في مسار الاب فقط. جميل. هقول له التوب 0 وليفت 0 ورايت 0، رايت يا باشا، والبوتوم 0. ليه بقى اللي انا كتبته ده؟ عشان اكني بقول له الويدث 100% ورايت 100%. توب 0 وبوتوم 0 اكنك بتشده من فوق وتحت، وليفت 0 ورايت 0 كده بتشد لمين وشمال، كانك بتقول يعني من الاخر ويدث 100% وهاي 100% عشان يشغل حيز الاب اللي جواه. حلو قوي. هقول له الباك جراوند بتاعتك وليكن اللون التاتا سيدا، واروح اعمل لود. جميل جميل جدا جدا. هشيل بقى البوردر ده مش عايزه، شكرا اعمل حاجه. حلو. هعمل بقى البوكس لابد ازاي؟ نتعود على البيفور والافتر. هقول له يا عم السلايد الاسبان ده، ايه البيفور بتاعك؟ بي 4 البوزيشن ابسوليوت برضه عشان اقدر اتحكم، برضه اقول له توب ورايت وكده. اديني ويتس مثلا وليكن مثلا نخليها 30 او 5، ماشي خليها 30، هو الاب 70 نخليها 30 برضه، والهاي نفس الكلام 30، وهقول له الباك جراوند اللون الابيض ونشوفها كده. طبعا مش هشتغل لو انت شفتها، ليه؟ عشان ناقص اهم حاجه اللي هي الكونتنت. عمر البيفور ما هتشتغل الا لما يكون الكونتنت موجود، او بيفور او افتر يعني، لازم كونتنت اهم حاجه. ادي ريلود، كلام جميل جدا. تعالوا بقى نحرك كده من التوب والليفت عشان ما يكونش ظاهر بالشكل ده. هقول له مثلا وليكن توب 5 بكسل مثلا وليفت 5 بكسل، ونشوف الشكل اللي قدامنا. ادي ريلود، كلام جميل جدا. انا عايز شكل الماوس يكون شكل اليد، اللي هو الكارزر بتاعي يكون بينتر. وادي ريلود، كلام حلو. اول حاجه بقى لما انت تدوس الباك جراوند اتغير، نعملها ازاي؟ لما انا ادوس يعني اقول له الانبوت لما اعمل عليك تشيكت، مش انا مدوس على الليبل لكن دوست على الانبوت. تمام جدا. فانا اكن دوس على الانبوت يعني، هقول له انبوت لما اعمل عليك تشيكت هات لي كلمه زائد دي، هات لي اللي بعديك اللي هو مين؟ اللي هو الاسبان. انت مديله كلاس ايه؟ كلاس اسمه سلايد.
كلمة زائد دي معناها هات لي الأخ التالي ليك مباشرة، أدي الإنبوت أهو، هات لي الأخ التالي ليك مباشرة اللي هو الأسباني. حلوة. وتعمل فيه إيه؟ تقول له الباك جراوند بتاعتك مثلا وليكن أي لون، لون الأخضر مثلا. أدي ريلود، أدوس كده، تمام جدا. ناقص إيه؟ ناقص إن هو البوكس الأبيض ده اللي هو البيفور أنا عامله بالبيفور يتحرك. أنا عامل البوكس الأبيض ده بالبيفور يتحرك إزاي؟ ببساطة نفس الفكرة دي بالظبط كده. لما الإنبوت يتعمل له تشيكت السلايد اللي هو البيفور ده يتحرك مثلا عن طريق الترانسفورم اللي هو الترانسليت اكس يعني على المحور الاكس يعني اللي هو اللي بيسموه بالعربي سين، وتقول له مثلا يتحرك ب 30 بكسل مثلا. ادي ريلود وادوس كده. حلو قوي يعني. بس ما ينفعش يتحرك اللي هو يتحرك بسرعه وكده، لا يتحرك بطريقه سموث. فدي اللي هو البيفور نفسه اللي هو مش بيتعمل عليه حركه يعني، اللي هو الاب يعتبر الاب يعني اللي هو تدي له ايه الترانزيشن بتاعك الاول صفر مثلا في 4 ثواني وطريقة الحركة ايزن اوت اللي هو يبدأ بالراحة ويسرع شوية كده ينتهي بالراحة. ادوس كده، ادوس هنا، تمام جدا. ادوس تاني اكني شلت التشيكد فيرجع لاصله اللي هو من غير نور اللي هو اللون السي سي سي ده. ايه بقى الطريقة التانية؟ الطريقة التانية باستخدام الفوق. ايه هي بقى؟ هخرج الانبوت بره واربطهم ببعض عن طريق الايه؟ البي 4، عن طريق قصدي الاي دي والفور. تدي الانبوت اي دي وليكن نسميه سويتش، وتدي الليبل 4 نفس الاسم سويتش اهو، تمام. تعالوا كده نعمل ريلود. هو حاسس ان كلمه سويتش غلط ولا حاجه؟ ماشي هعمل ريلود اهو. عشان اخاف الانبوت تعالوا نشيل ده خالص، الانبوت ده نخلي نزله دلوقتي. وادي ريلود فالانبوت اهو. ادوس هنا عمل لي اكني عمل بالظبط تشيك ده على ايه؟ على الانبوت. انا دوست على الليبل فعمل نفس الكلام. ليه؟ لان رابطهم ببعض اللي هو الفور والاي دي. حلو. ناقص بقى يشتغل الاكشن ده. اشغله ازاي؟ ببساطه مش انت قايل هنا كاتب هنا الانبوت الاسبان؟ طب دلوقتي الاسبان مش بعد الانبوت، هو الليبل اللي بعد الانبوت. خلاص قول له كده بقى هات لي بدل ما تعمل اللي هو السلايد ده قبليها اكتب الليبل بقى. مش هو الليبل اللي بعد الانبوت على طول؟ اهو عندي ليبل الاخ التالي ليه هو الليبل، قصدي عندي انبوت الاخ التالي هو الليبل. فخلاص تحدد بقى الليبل، هات لي منها الاسبان بقى. هضيف بس الليبل هنا وهضيفها هنا كده. انا بقول لما اعمل تشيك ده على الانبوت هات لي الاخ التالي ليك ساعتها بقى في الوقت الحالي ده في الطريقه الثانيه الليبل اللي بعديها على طول هات لي منها السلايد اللي جواه يحصل فيها الاكشن ده. ادي ريلود، هدوس كده، تمام جدا. هدوس تاني، تمام جدا جدا. ناقص بقى ان انت تشيل الانبوت ده، ترجع خلاص الحركه اللي احنا قلنا انبوت، اقول له يرجع تاني ديسبلاي بتاعه نن مش عايزه. ماشي اوفر رايت مفيش مشكله. وهعمل هنا ريلود فيختفي نفس الفكره بالظبط. الطريقه دي، الطريقه دي شوف انت اللي انت عايزه المهم تفهم الدرس. تعمل بالطريقه دي، تعمل بالطريقه دي زي ما تحب. الفكره كلها في الحته بتاعت اللي هي السلايد البيفور والتشيك دي. لما يعمل انبوت تشيك يحصل ليبل كذا. يا رب يكون الفيديو ده فاتكم ولو بمعلومة بسيطة. إن شاء الله في الفيديو الجاي نعمل تطبيق أكتر وأكتر. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.